سؤال تاني بيقول: طب ربنا موجود، ليه بيسمح ان الانسان يتدمر وتحصل له مشاكل تخليه يبقى على اخره؟ بص حبيبي، ربنا بحكمته بيشوف ان الانسان لو مرتاح على طول الدنيا بتسحبه لشهوات ولخبطة، وبينسى السما وبيحب الدنيا دي زيادة، وممكن يفتري ويتغره. التجارب عموما أفيد صدقوني من الأيام السهلة، لكن ربنا من رحمته يحط شوية كده وشوية كده، يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيهان. فلو الحكاية كلها وجع كانت تبقى صعبة أوي، ولو كلها راحة كنا نضيع. كمان الأيام الصعبة تعلم الواحد انه يعني ما يتكبرش، وتعلم الواحد يحس بالناس اللي ظروفها صعبة، ما هو كل الناس تعبانة. كمان الأيام الصعبة مدرسة في الصلاة، بتخلي الواحد يلجأ لربنا لأنه مش عارف يتصرف. فكون ربنا موجود ده هو موجود كده كده، لأنه احنا ما أوجدناش نفسنا. الوجود ده بيقول فيه إله خالق موجود بذاته وأوجد كل شيء، وبدال الإله ده طيب عامل الكون جميل كده وحاطط فينا مشاعر حلوة للخير والحب والجمال، يبقى إلهنا مصدر كل حب ومصدر كل جمال. طيب حتى مع الألم بنشوف الجمال. انت لما بتشوف الناس بتخدم المرضى ولا المعوقين بتقول ايه الجمال ده، مش كده؟ يعني حتى الألم اللي في الحياة يخفي جمال رائع جدا. فالجمال مش في الأكلة الحلوة بس، لا، ده الجمال في كل ما فيه حب. والحب أجمل صوره لما تكون في ناس تعبانة قوي وتلاقي ناس بتحبها بجد وحاسة بيها وبتخدمها قوي، هنا يبان الحب المثالي. الحب ده مش شوية ايه رفاهية، لا، الحب الحقيقي حب الصليب اللي فيه وجع شديد قوي، لكن كل ده بيعبر عن الحب. تأكد ربنا موجود وربنا جنبك وربنا حاسس بيك، وربنا يشيل عنك ويفرحك، واللي أوله حزن آخرته فرح. هاني اتفضل. مساء الخير يا أبونا. أهلا وسهلا. بص يا أبونا، أنا خادم، ثانيا بصلي غروب ونوم وباكر،